بسم الله. ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، كما أري الأب والابن الكريمان عليهما السلام في القرآن العظيم: أرنا مناسكنا وتب علينا. نحن أصحاب هذه السبيل، سبيل سيدنا إبراهيم عليه السلام وابن إسماعيل عليه السلام، مصطفان خيران. هكذا تكون الأمة وإلا لا تكون. الأمة التي تنحرف عن سبيل ربنا سبحانه وتعالى فهي أمة لا صلة لها بالخليل إبراهيم عليه السلام، ولا بأب العرب اللي بعد انقلبوا إلى خانة أهلية للكرب وزيادة أنواع الكرب عبر التاريخ، وقلبوا بعض صفحات التاريخ لبني أمية والعباسيين. لو تعرفوا على سميناهم كرب، نسأل الله أن يصلح البعض منهم حتى يرجع لأصلهم ويكونوا الأول مؤهلين لتحقيق الإسلام في حياتهم الفردية والجماعية. والسلام يا هادية.